الخبر ده كان نصه بيقول ان تم القبض او يعني حبس صلاح دياب 15 يوم في قضايا استيلاء على اراضي الدوله وبناء مصانع عليها بدون ترخيص زي لابوار، طبعا حضرتك اكيد عارف، بالاضافه لاتهامه في عدد من قضايا الضرائب العامه والقيمه المضافه وتهربه من دفع المبالغ المستحقه عليه للدوله والتي بلغت خلال عده سنوات مبلغ 11 مليار و135 مليون جنيه مصري. ازاي الخبر ده نقدر نقول مثلا ان احنا بنتكلم في 11 مليار و135 مليون جنيه مصري، ازاي المبلغ ده المفترض ان هو بيدفع للمصريين البسطاء في مشروعات قومية مختلفة في مجالات مهمة جدا زي التعليم والصحة؟ لو اخد من حضرتك تعليق وتوضيح اكتر للنقطة دي، خاصة دي النقطة اللي بتخص يعني الاشارة في رقم 4 كما ذكرت في سياق الاجابة بتاعت حضرتك. طيب انا يعني بشكرك ان حضرتك قلت رايك في الموضوع ده، وانا قبل ما اجاوب احنا هنا هنتكلم جزء السياسه. انا راجل خريج علوم سياسيه والماجستير بتاعي بعمله في القسم السياسي، فعشان ما حدش يقول انت بتبعد عن تخصصك. اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ومساله صلاح دياب ومساله التعدي على اراضي الدوله، خلينا نبص ليها نظره بانوراميه اكثر. في تنظيم معين، في مجموعه معينه من رجال الاعمال بشكل واضح واقفين ضد الرئيس السيسي، واقفين ضد الحكومه الحاليه والاداره الحاليه، وعايزين يفشلوها باي طريقه، لان هم عندهم ولاءات اخرى وعندهم اجندات اخرى، هم غير راضيين اصلا عن 30 يوليو، هم غير راضيين على فكره دوله 3 يوليو دي، هم عشان جت عليهم بخسائر شخصيه. طبعا جت عليهم بخسائر، طبعا جت عليهم بخسائر كبيره جدا، احنا بنتكلم في نظام جديد تماما بعد 30 يونيو، اداره مختلفه تماما بتعتمد على ناس مختلفه، احنا عندنا حجم فساد غير طبيعي، احنا بكل دلوقتي احنا بنثور عليه وكله مرده وجذوره في العصر السابق، عصر الرئيس الاسبق حسني مبارك. انا شايف ان المجموعه دي هتفضل غير راضيه وهتفضل ان هي بتحاول تفشل الدوله باي طريقه وبكافه الطرق الممكنه. احنا عندنا مجموعه من رجال الاعمال عندها قدره وعلاقات ونفوذ ان هي فعلا لو تحالفت مع بعض تقدر ان هي تسبب ضرر كبير في الاقتصاد القومي، وده اللي الدوله رصدته وبتقف قدامه، تعدي على اراضي الدوله، حالات اختلاس، حالات فساد، مدن اخذوها وعقارات بنوها على اسعار للاراضي غير تنافسيه بطرق غير شريفه وغير مبنيه، وكل ده احنا عارفينه وكل المصريين عارفينه، وده اللي السيد الرئيس اتكلم عنه ان هو لن يسمح ان ده يحصل تاني، ومش هيسمح ان يكون في الشكل ده من اشكال الفساد. الموضوع ده انتهى، هم عايزين يرجعوا ده وهيفضلوا وحشين وهيفضل في صراع، ده صراع هيفضل موجود ما بين المجموعه دي وبين الدوله وبين المصريين. وهنا الدوله منتبهه. احنا طيب ده بالنسبه للخبر اللي احنا يعني كنا تابعناه مع حضرتك ومع الساده المشاهدين.